يسأل يقول بالنسبة لخطبة الجمعة إذا كان العدد أقل من 40 هل تنعقد الجمعة بهم؟ وإذا كان مثلا حضر 38 وبعدين حضر شخصان مثلا هل يكتمل؟ يا علي بارك الله فيك، أولا بالنسبة للجمعة بإجماع العلماء على أنها لا بد من عدد، هذا بإجماع العلماء، واختلف العلماء في العدد كم، ففريق من أهل العلم وهما مذهبان فقهيان مشهوران قالوا بـ40، ويستدل لذلك بحديث لا تدل، أحاديث ضعيفة وأحاديث صحيحة لكن لا تدل على المقصود، لا تدل على أنه هو المراد. وفي فريق آخر من أهل العلم ذهبوا إلى أن الجمعة لا تنعقد إلا باثني عشر رجلا، ويستدل لذلك في قول الله تعالى وتركوك قائمة، قالوا بأن النبي عليه الصلاة والسلام لما كان يخطب على المنبر وجاءت قافلة عثمان فخرج كثير من الصحابة وبقي 12 رجلا فأكمل بهم النبي عليه الصلاة والسلام، هذا قول، وهذا يعني لا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما يعني أراد هذا. القول الثالث وهو الصواب أن الجمعة تنعقد بأقل ما يطلق عليه جمع، أقل ما يطلق عليه جمع كم؟ اختلف علماء الأصول، فمنهم من قال 3 ومنهم من قال 2، فإذا حضر 3 انعقدت الجمعة الحمد لله، وما نحتاج إلى بقية السؤال اللي ذكرته يا علي بارك الله، ما دام أنه مستوطنين في بلد ومستقرين حضر 3 فأكثر جمعة، بل بعض العلماء يقول 2 فأكثر، ويستدلون على أن أقل الجمع 2، ومن ذلك في كتاب الله عز وجل يقول ففهمناها سليمان وكلا آتينا ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكمة وعلما، لما ذكر قصة سليمان وداود إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين، معنهم 2 ففهمناها سليمان، قالوا أقل الجمع 2، عموما الغالب عند أهل العلم من أهل التحقيق أنهم 3 فأكثر، فـ40 كثير يا علي و30 كثير ما دام أن هناك استقرار يعني في البلد.